بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طلابي, this is العزيز middle school from SALT 7th grade action pack workbook unit 6. I'm having fun and I'm teacher Riham Gamaz with you. أعزائي الطلبة, افتحوا كتابكم صفحة 62, سوف تجدون focus on writing, التركيز على الكتابة, ولدينا اليوم capital letters. وكما عودناكم دائما وكما تعلمون في درس سابق أخذنا capital letters وهي الحرف الكبير. متى أضع capital letters؟ أخذنا بشكل مسبق أعزائي الطلبة بأننا نأخذ الكابيتال لترز في بداية الكلمة أو بداية الجملة على سبيل المثال, أيضا في الأسماء سواء أسماء الأعلام, أسماء الأشخاص, الأشهر, الأيام. سوف نأخذ اليوم أيضا أسماء الفنادق, أسماء الشوارع, أسماء العواصم والبلدان, أيضا البريد سوف يكون أيضا كابيتال لتر, وأسماء الجامعات وغيرها. أيضا ضمير البرناون I بغض النظر أينما كان فدائما يكون كابيتال لتر أعزائي الطلبة. إذا كما ترون هنا A محلولة لديكم, لدينا هنا مجموعة من الأدرسز العناوين, وكما ترون العنوان سواء عنوان كتاب, عنوان مكان, أو حتى عنوان مؤسسة أو فندق, فيجب أن تكون كابيتال لتر. فلاحظوا هنا على سبيل المثال Grand Hills Hotel and Spa, كما تلاحظون هنا أننا قد قمنا بعمل كابيتال لتر في بداية كل كلمة لكونه فندق. إذن سوف تلاحظون أيضا الشوارع, العواصم, حتى البلدان سوف تكون كابيتال لتر, كما قلنا الفنادق, البريد, وأيضا حتى على مستوى المؤسسات دائما تكون كابيتال لتر. إذن أعزائي كما أيضا ننتقل إلى السؤال الثاني. لاحظوا لديكم أيضا سؤال قمت به على سبيل المثال, لدينا هنا I entered. إذا نتحدث عن الكابيتال لتر في I هنا وهو الضمير, عندكم على سبيل المثال دمسكس دي كابيتال, Thursday من الأيام إذا T كابيتال, رمضان أشهر إذا R كابيتال, August A كابيتال. أسماء أيضا المناطق قلنا يجب أن تكون كابيتال لتر. لديكم أيضا أسماء الجامعات, ومرة أخرى هنا لدينا المدن يجب أن تكون كابيتال لتر. ننتقل لديكم What I have learned, use these words in brackets to complete the questions then answer them. يجب أن نقوم بتحويل هذا إلى سؤال. حس أن have an adventure holiday or eco holiday. إذن نسأل حسان مفرد, إذن نسأل عنه بإز, فنقول Is حسان having an adventure holiday or eco holiday؟ طبعا الإجابة He is having an adventure holiday. أرجو منكم إجابة باقي الأسئلة لنبدأ بها. B Where حسان have an adventure holiday. Where حسان مفرد, نقول Where is حسان having an adventure holiday, فنجيب he is having an adventure holiday in New Zealand. What حسان do, what is حسان doing, he is lying under a tree. ولاحظوا إملاء lying lying يستلقي. نكمل question 3, choose the correct answer. I breakfast at the hotel restaurant. I am have خطأ. I am having صحيحة. لا يجب وجود حرف الإي. إذن B هي الصحيحة. Mom and I. Mom and I. إذن نتحدث نحن عن الجمع. إذن الخيار الأول am خطأ. ثانيا نريد are. لدينا هنا are وهنا لدينا are. Shopping. الفرق بينهما لم يتم مضاعفة حرف البي هنا, أما هنا فتم مضاعفته. السبب سي في سي, كما أخذنا consonant vowel consonant, حرف صحيح حرف علة حرف صحيح, فنضاعف الحرف الأخير ونضيف ing. عمر and his dad, مفرد ومفرد يساوي الجمع. إذن نقول are, لدينا are lying. هذا الإملاء خاطئ, هذا الإملاء هو الصحيح. قلنا الفعل الأساسي هو lie, عند وجوده فإن الـ IE تحذف أو تقلب إلى Y ونضيف الـ ING.
Where are the children? They hide and seek. لعبة الغميضة. On the beach. They تأخذ are. Playing. Playing نلاقى هنا خاطئ. فإحنا نحن تم حذف الواي. نحافظ على الواي ونضيف ing. The last one. Mom. Me. I've got to go. Mom. Mom وفرة تأخذ is calling. إذن mom is calling me. أعزائي الطلبة نلتقي في القمة وأنا أراكم هناك معلمتكم ريهام الجماز من مدارس العزيز.